مرحبا. اليوم درجيكم جيم خفيف اسمه Words Can Kill. اللعبة هي روغلايت، يعني إذا ما تعيد من الأول، وهي وورد بيلدر. شو يعني؟ يعني حنبني كلمات. رح أعمل نيو جيم وأجي هون اختار الكاركتر، طبعا هذا الكاركتر اللي عندي حاليا، وتختار الليفل. مثلا You can't see possible. خلينا ناخد هذا الناس الجديدة على الإنجليزي، وكويسة ممكن تعلم لنا إنجليزي إذا ما بتعرف. رح نجي هون وحنلعب، حنجي ونقاتل هدول. هلأ شو الفكرة؟ هي الفكرة أنك أنت هون بدك تقاتل هدول رح ينفجروا، طبعا إذا ماتوا بينفجروا، هذا اللي مكتوب هون. الفكرة هذا حيضربني اثنين، هذا حيضربني اثنين، أنا عندي 50 health وعندي هدول الأحرف فيني أعمل فيهم attacks. رح حط كلمات بشكل اني حاول اني اقتلهم. فمثلا هاعمل هاد بعدين هاد بعدين ادج، هاي 1 2 3 4 5. خلينا نحط دي مشان يصيروا 6. هذا المفروض انه يقدر يقتل هاد، طبعا لانه الكلمة اكثر من 4 كلمات. اخذت انا اخذت بوينتس زيادة. او ممكن خلينا نعمل هاي، نقول له ادجي، هنعمل اتاك، قتلنا هاد. هلا هذا انفجر، اوكي فجر وعطاني 3 دامج. رح نعمل سكيب، او ممكن نعمل نسحب مره تانية، بس هذا غلطنا نحن هيك، بس مو مشكله. رح نعمل، لا ما بدي خليهم ايفوك. ليك مكتوبه فوق ما قريتها، بس يلا هذا هيك وقتلنا هذا. فهلا هذا هي هيك الطريقه بقى الجيم، بتاخذ هيلث، سوري بتاخد سوالي سوري. المهم بتاخد هوني تايلز بتستعملهم. مثلا هاد بيقول لك 2 points on attack board, 2 points when used in the beginning of the word، إذا بتبلش فيه بالأول، وهذا بيعطيك 2 points. حناخد هذا الار، الار ظريف، ممكن تعمل skip حتى وما تستعمل ولا شيء. فأنت عم تاخد هوني، عم تحاول تقاتل، وبدك تحاول أنك تزبط أمورك. intends to add B to on the attack or defense board، فهو حيحط لي B أو واحدة من هدول. طيب خلينا نشوف هوني شو عنا. بدنا ننزل له 22 health، كثير بس مو مشكلة، ما حيضربني. فخلينا نركز على الأتاك هلا. هون عم يقول لك إنه ممكن نحط هدول الكلمات، أوكسايد، أوكسايد جيدة. هاي أوكسايد، المشكلة بدك تجرن واحدة واحدة. هاي 7 health، حنعمل next. ليكو سبني. طيب واضح إنه اللعبة يعني إنه مفروض للأطفال، بس حاطين فيها كلمات أزا ما علينا. هلا هو حيضربني 6، فحنعمل بي ار، لا بيج بيج بيرك بيرك لا بيرج بريد طيب خلينا على هاي ونعمل نسحب مره ثانيه. هنعمل بلوك، هنجيب غيرهم. اف حيعطيني كمان 3، المفروض هذا يكفي لحتى نعمل بلوك. وراح احط هذا هون وهذا هون. هلا المشكله لازم نحطهم بالترتيب اللي بدنا اياه، فبعدين نعمل هون، عملنا بلوك. طيب ريكس اظن، فيكس، ريكس فيكس منيحه، هاي في اي اكس. وهذا شو حيعمل؟ intend to disarm your shield، بده يفك كل الشيلد تبعي. طيب ونعمل next ونشوف شو حيطلع لنا. هلا شل الشيلد، يعني حيضربني حيأذيني غصب عني. طيب هلا خلينا نشوف شو حنعمل. دوركي هي الكلمه، ايه منيحه، مع انه ما حتعطيني البوينت الزياده، بس يلا مو مشكله. plus 2 points when used in the beginning. باك شوي بس، ايه ما في رود. R O D، خلينا على الدوركي، بجوز نقتله. D O R K Y، قتلنا، طلع دم من عيونه، يعني مشان تعرف العنف كيف بيشتغل. طيب gain 1 points each time it's used in a word، gain plus 1 points، وهذا حيعطيني 2 points double L. راح اخذ التي منيح، وحروح هون
restore health. حروح هون فينا نعمل شوب. هون فيك تشتري أسلحة بقى. الأسلحة هاي بتصير تعطيك دامج زيادة. هذا بيقول لك إذا اللتر فيها تي فيك تاخد الزيادة. مثلا هون ممكن نشتري أرمور. عندي فلوس منيح. Draw two additional tiles at the start of your first turn. When you discard a tile, gain one block. خلينا ناخد هذا حد بيته. ممكن ناخد هلمت. Restore two health at the end of every discarded die gains one point. ما معنا فلوس كفاية لنشتريها بس مو مشكلة هلأ. هنعمل next ونروح. فشايفين نحن هلأ عم نعمل كيس في بقلبه أحرف والأحرف هدول حنستعملهم. طيب هذا شو بيعمل؟ هذا preparing a strong attack next turn. نحن بنزبط نحاول نعمل له attack. مو مشكلة هي VEX ونعمل attack. حلو ونعمل next. حلو. ممكن نختار من هون حسب البوينتس. طبعا تايك أظن أحسن واحدة فيهم حتى تعطيني أكثر أحرف. هذا تايك, هذا هيك بالنص, وهذا هيك تايكت. لا حاضر هاي 8 حيعطيني هلأ أتاك بس مو مشكلة. أو ممكن أنه كنا نعمل نسحبهم ونحطهم عنا. هذا هستعمل هدول أعملهم بلوك لأنه عندي هاي الأبلتي على الأقل بشيل شوي من الضربة. فيجر جريد هذا عم يرجيك حتى لما تجي هون بيقول لك انه احرف بانه كلمه حتطلع. ريجد 2 بوينتس when used in the beginning of the word. فيجر يلا معلش لازمنا شويه احرف لحتى نعمل الار بالقدام عشان نستفيد او كلياتهم ببطله. هذا نكست اتاك سترونج اتاك نكست تيرن. خلينا نشوف كيد هنحطهم هون هالمرة. كيد أيوة هذا بلوك مشان وهون واحدة زيادة بلوك. نكست حلو بس one health. vexed منيحة. طبعا انت اذا حابب بتقوي انجلي او انجليزيتك قوية. لا هذا مو هون سوري هذا هون. vexed أيوة أتاك هذا الشلي البلوك. هلأ خلينا نقتله ونخلص منه. دوغي دوغ يلا هو دوغ ومات. فهذه هي فكرة الجيم. أوكي فعليا عم تروح تبني أحرف والقصص هاي. خلينا ناخد هاد تشوز ناخذ الاي. دائما الاي كويس. الاي هو اكثر حرف موجود بالانجليزي دائما بدك فاولز. طيب هون ممكن نعمل فورج مشان نقوي بعض الاحرف. مثلا هذا هدول الاحرف اللي عندي ممكن نعمل ابجريد لهاد. نعمل ابجريد لهاد عم تصرف فلوس مشان تقوي شوي الاحرف تبعك بصير تعطيك بوينتس. انا دائما بحب ركز على الفاولز. الفاولز اللي هي الاي اي او هدول بيساعدوك كثير. نطلع هون ندور على غيرهم. هذا جاردون شو بيعمل؟ intend to summon a creature. طيب هذا حيطلع وحش تاني. اوكي خلينا ننزل هذا كمان. اول بس يا ريت لو انك تسمح لي نزل هذا هيك هلا. هاي 12 حلو. next هون اوكي دوركي في شيء بدايته R road. لا خلص هون ما حينفع. بدنا أتاك هون نخلص من واحد فيهم بس هذا بدنا أبو عشرة هون. شور تاع أو نعمل هون بلوك تروك دوركي حتجي هون. هاي ما في غيرها يلا ماشي دورك. وهاي 11 هذا حيموت. ايه خير تورك شو عم المشكلة هلا ما بفهم. هذا هون هذا هون دوركي هيك تبان فاين
هذا هذا وهذا هون. اف اتاك ارج لا رج اول هذا ار اي جي او ركس نفس الشيء خالص. يب نيو ايتم ديفيت انيت انمي كان كلوز ذس ويندو. اوكي اخذنا فلوس حناخذ واحده من هذول حناخذ هاد نروح على جير وممكن نبدل هذا بهذا. هذا حيعطينا بليس ذا لاست ستايل اوف ذا وود اون ذا رايت سايد اوف ذا اتاك بورد. حلو هات هاي لانه دائما بيكون اخر شيء وهذا فينا نبيعه بالشوب. اذا اجينا لهون حنعمل هيلث حنعمل انكريس توتال هيلث وهون حنحاول نقتل البوس اظن. هيا هذا هذا will decrease his attack power after your weapon strike. وهون حن اوكي بنضربه بيقوم بينأذى. نعمل جي او لانه هذا حينزل attack power تبعه. سو نعمل ريفرش ريك خذ هذه في راسك. حلو اي ات شو قلنا هاد gets one point each time it's used in a word. ها بصير بيبني شوي شوي. حلو في هاي في نزلنا الأربعة وهاي بلوك واحدة لحتى شو نضمن انه ما حيقتلنا. اللي بعده اللي عم حاول اعمله هو عم بعطيه اللي هي الكلمات صغار اور اول اوكي ما في المشكلة شي تاني. خلينا نعمل ريفرش. عندنا ثلاثة ريفرش فينا نستعملهم. فد فد وهي بلوك تبلك توك يلا توك خالص. فهون عم تبني كلمات مشان تعمل فيهم اللي هي الأشياء هاد. draw one tile of the word has يلا هاي هاي منيحة. خلينا نبدلها بهاي وهون حنروح على الماب اللي بعده ونكمل القصة. you restore 50 اوكي هون عطاني 50% من الهيلث تبعي. مهم وهكذا بتمشي بتعمل المشن تبعك عن طريق الكلمات. هاي هي الجيم. شكرا كتير. لا تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب وشير. بشوفكم بعدين. سلام.